سنحاول أن نظهر الصورة بشكل أكثر وضوحا من مرسيليا. خالد شقير سيكون معنا الآن ليطلعنا على ما الذي يجري في مرسيليا. خالد أحمد، تحياتي لك من مرسيليا. هنا كما ترى من خلفي أكثر من 20,000 متظاهر من قلب هذا الشارع، وشارع الكانيبير، وهو يمثل لمرسيليا لباريس. هذه الأجواء حتى هذه اللحظة، وهذا الغضب العارم من الجالية الكردية بعد طبعا أن فقدت 3 من أبنائها بعد هذا الاعتداء الذي تم وصفه بالاعتداء الغاشم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. القاهرة الإخبارية وكاميرا القاهرة الإخبارية متواجدة وسط هؤلاء المتظاهرين. حتى هذه اللحظة لم يحدث يعني عمليات شد وجذب ما بين الشرطة الفرنسية وما بين المتظاهرين هنا في مرسيليا. أما الوضع مختلف تماماً عن ما يجري الآن في باريس، ولكن كوردون من خلفي، كوردون من الأمن، طوق أمني كبير جداً أحمد، كامت ب يعني شرطة مرسيليا في محاولة لتوخي الحيطة والحذر. أكثر من 20,000 كردي، وهؤلاء الأكراد لهم كثير من المطالبات، وأهم هذه المطالبات هو التحقيق بشفافية والإعلان عن نتيجة هذا التحقيق، وبصفة خاصة أن هذا الاعتداء لم يكن الأول على الجالية الكردية. الأكراد الحقيقة أحمد هنا في مدينة مرسيليا كل أسبوع تقريبا لهم مسيرة، وهذه المسيرة تخرج بنظام وبطريقة رائعة ومنظمة، ولا يكون فيها أي نوع من أنواع العنف. الإحساس بالظلم وإزدواجية المعايير جعلت الأكراد اليوم يخرجون، وليس فقط الأكراد على فكرة أحمد، هناك أيضا بعض من الأحزاب اليسارية متواجدة في هذه المسيرة، بعض من أبناء الجالية العربية والمسلمة أيضا في هذه المسيرة. الغضب هو غضب عارم، والمطالبات هي ما زالت مطالبات قوية، ونحن كقناة القاهرة الإخبارية بنكون متواجدين لنقل هذا الخبر بالصوت والصورة، نقل الأجواء أحمد بالصوت والصورة. نتمنى أن تكون هذه المسيرة هي أقل حدة ولا تشهد أعمال عنف، وسنكون معكم عبر الصورة تظهر أحمد. نعم، الصورة تظهر ذلك خالد حيث أنت، خلافا للصورة التي نتابعها أيضا في هذه اللحظات من العاصمة الفرنسية باريس، حيث تبدو الأجواء أكثر سخونة وطريقة التعبير عن الغضب أكثر احتداما حتى على مستوى المواجهة القائمة بين المحتجين من ذوي الأصول الكردية أو من الجالية الكردية الموجودة في باريس، خلافا للصورة التي كنت تشير إليها. هذه إذن من مرسيليا لمسيرة سلمية تماما، وتبدو الأمور فيها أكثر تنظيما كما كان يشير خالد شقير من مرسيليا قبل قليل. وهذه هي الصورة إذن التي ترفع فيها أيضا الأعلام الكردية، وربما هذا سيكون موضعا لسؤال آخر حول ما إذا كان الأمر له علاقة ببعد أيديولوجي لهذه التظاهرات، أم إن الأمر مرتبط فقط بإبراز المظلومية التي يتحدث عنها المتظاهرون. خالد، هذه المسيرة أنت تقول إنها ربما تتم بشكل أسبوعي من جانب الجالية الكردية الموجودة في مرسيليا وفي بعض المدن المحيطة بها، ما طبيعة هذه المطالب في هذه المرة في هذه التظاهرة؟ قالت مطالبات الجالية الكردية أحمد هي مطالبات سياسية، والقيام أو المطالبة بإنشاء دولة لهم في جنوب تركيا وعلى الحدود مع سوريا والعراق، هذه هي المطالبات. وهناك بعض من الشخصيات السياسية قيد الاحتجاز، وهم يطالبون لا طالما بإخراج هؤلاء هذه الشخصيات وهؤلاء الأكراد من السجون التي هم متواجدين فيها. الجالية الكردية اليوم تحدثوا عن طريق لسان المتحدث الرسمي باسم الجالية الكردية في باريس، وبعد أن التقى نونيز، لوران نونيز رئيس الشرطة للعاصمة الفرنسية باريس، كان قد تحدث على أنه طالب السلطات الفرنسية بأن يتعاملوا مع الجالية الكردية كجالية كردية فرنسية وكجالية أيضا لها الكثير من الأعمال داخل فرنسا، وكجالية يعني تفوز بلقب اللجوء السياسي، وطالب الفرنسيين والحكومة الفرنسية بعدم نسيان ما قدمته أو ما قدمه الأكراد في سوريا ومحاربة داعش. على مستوى العنف الفرنسي خالد، هل كان للأكراد أي مشكلات
عانوها على مدار السنوات الماضية حتى مع بزوغ خطاب أقصى اليمين في فرنسا؟ أحمد، الحقيقة حتى هذه اللحظة الجالية الكردية هي تعتبر من أفضل الجاليات والأكثر تنظيماً، ولم يحدث لها على مدار 10 سنوات سوى كانت حادثة منذ 10 سنوات في 2 يناير 2013، وهذه الحادثة أحمد كانت يعني نتيجة لشعورهم بالخزي وأيضا من السلطات الفرنسية، وبصفة خاصة أنه لم يتم الإعلان عن يعني نتيجة مرضية بالنسبة لهم. وهذا أحمد ما أكده أيضا المتحدث الرسمي باسم الأحزاب الجمعيات الكردية هنا في مدينة مارسيليا. كما ترى أحمد هنا سيارات الشرطة هي الآن أمامي مباشرة وهي تقوم بحماية هذه المسيرة وهذه التظاهرة حتى لا يخرج أي إنسان من المشاركين أو أي كردي أو عربي من المشاركين في هذه المسيرة عن النظام. وكما أشرت أحمد حسب السلطات المنظمة 20,000 متظاهر هنا في شارع لاكانيبير بمدينة مارسيليا، وحسب السلطات الفرنسية 10,000 وحسب المنظمين 20,000. ولهذا سأتحرك معك بكاميرا القاهرة الإخبارية وسنكون معا أحمد على مدار طوال هذه المسيرة التي لا تشهدها فقط العاصمة الفرنسية باريس بل تشهدها أيضا مدينة مارسيليا وبعض من المدن الكبرى زي نيس وليون وليل وغيرها. يعني تأتي هذه المسيرة في وقت كانت الحكومة الفرنسية لا تريد الحقيقة يعني أن تحدث مثل هذه الأحداث، وبصفة خاصة أننا في ليلة عيد الميلاد وهو ليلة 24 والـ25 هنا في فرنسا، ولكن قوات الشرطة كما قالها الرئيس إيمانويل ماكرون عبر تويتر أن قوات الشرطة والدرك هم مستعدين لتوفير الأمن والأمان طوال ليلة هذه الليلة للفرنسيين وأيضا لكل المقيمين على الأراضي الفرنسية.